معروف بانها معارضه للاعلان الدستوري وللاستفتاء والدستور عموما، الى جماعه الاخوان المسلمين هنا ليخطب فيها الناس، والمعروفه ان جماعه وان معروفه ان شباب 6 ابريل يعارضوه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بتقدم بتعازي للشعب المصري كله في وفاه ومقتل واستشهاد 8 شباب من خيره شباب مصر، قتلوا دفاعا عن الشرعيه، قتلوا وهم بيقولوا تحيا مصر، قتلوا وهم بيقولوا يعني ان هم بيأيدوا الشرعيه بدون استخدام اي سلاح وكل سلميه وكل تحضر. فانا بتقدم لاهلهم وبقول لهم البقاء لله، وبهنيهم ان هم سبقونا ان شاء الله باذن الله راح تسلموا الشهداء ويكونوا سبقونا للجنه. ثانيا بالنسبه لسؤالك الجميل اللي هو ازاي شباب 6 ابريل، ازاي انت واحد من شباب 6 ابريل وازاي واقف هنا على الرغم من معارضه شباب 6 ابريل؟ موضوع بسيط جدا. المفروض ان احنا في اطار ديمقراطي، المفروض ان احنا بعد الثوره مفيش اي مشكله خالص ان يبقى في راي مؤيد وراي معارض حتى لو من حركه واحده، ولكن الموضوع ده كان موجود حتى من قبل الثوره، منذ تاسيس الحركه ومنذ ان كنت احد مؤسسي شباب 6 ابريل. ثم بعد الثوره كنا بنختلف كثيرا وكنا مش دايما كلنا مؤيدين، وجوه شباب 6 ابريل شباب ما كانش الاول كلهم مثلا من تيار او تيار اخر، كله كان فيه خليط من شباب مسيس وغير مسيس، ينتمي لاحزاب وينتمي لطائرات مختلفه. ولكن ان يصل الموضوع للدم، ان يصل الموضوع للانقلاب على الشرعية، أن يصل الموضوع إن إحنا نختلف على مبادئنا اللي قامت عليها الحركة السلمية واللا عنف والشرعية، أما نختلف عن المبادئ ديت ويبدأ يسقط دم بسبب وقوفنا كستة إبريل مع اللي بيعارض الشرعية، ساعتها لا يمكن أبدا أقبل إن أنا أكون أحد أعضاء هذه الحركة. وقدمت استقالتي وأعلنت انسحابي من الحركة احتجاجا على هذا، واحتجاجا على بعض التصرفات الاخرى اللي لقيتها واصبحت تعمم منذ وجود الرئيس محمد مرسي كرئيس للبلاد، وهي حاله الاقصاء الغير مبرره ابدا لاي حد من اعضاء شباب 6 ابريل ينتمي بشكل او باخر للفكر الاسلامي او للتيار الاسلامي. ده ما كانش منهجنا ولا هو ده كان اسلوبنا، وللاسف هو التصرفات ديت ضحيه حاله الاستقطاب الحاليه اللي موجوده في البلد اللي بيزكيها ويدعمها الاعلام المصري. طالما انت معترض على 6 ابريل، لماذا لم تنضم الى جماعه الاخوان المسلمين؟ مش مشكله ابدا ان انا انضم لجماعه الاخوان المسلمين عشان اقول رايي او عشان انتمي لفكره معينه. جماعه الاخوان المسلمين جماعه زي اي جماعه موجودة في مصر أو موجودة في العالم تمارس السياسة وغيرها، من عايز ينضم لها ينضم لها، لكن كتير قوي من الشعب المصري يتفق مع بعض آراء الجماعة ويختلف معاها، وأنا عن نفسي أفضل الآن إن أنا لا أنتمي لأي جماعة أو لأي حزب، حتى يعني أكون رغم إن ممكن يكون الرأي ده غلط، ممكن يكون الرأي ده غلط، لأن المفروض بعد الثورة الممارسة السياسية المفروض انضمام للأحزاب والانضمام للمحليات والترشيح لمجلس الشعب والترشيح لمجلس الشعب وغيره، ولكن انا افضل الان بحكم عملي كاعلامي ان انا اكون لا انضم الى اي جماعات او اي تنظيمات او اي احزاب. ما رايك في موقف جماعه الاخوان المسلمين من الرئيس ومن الاستفتاء، وهناك اعتراضات من 6 ابريل على سياسه الاخوان المسلمين تجاه الرئيس وما يحدث يعني؟ الاخوان المسلمين عمرهم ما كانوا ملائكه. الاخوان المسلمين زيهم زي اي حد من الشعب المصري، بشر بيمارس سياسه بيخطئ وبيصيب، ليهم اخطاء اثناء المرحله الانتقاليه زي ما كل الاحزاب والتيارات ليهم اخطاء في المرحله الانتقاليه، وهم الان بعض الاخطاء ليس الان وقت ذكرها ابدا. الان في دماء سقطت في قضيه اسمها الشرعيه، في قضيه اسمها رئيس جمهوريه اصدر قرارات، وفي بعض المختلفين معاه وفي المعارضين ولهم كافه الاحترام بما فيهم شباب 6 ابريل بكافه اقطاب المعارضه، ولكن ان يصل الاعتراض الى استخدام السلاح، ان يصل الاعتراض الى الهمجيه، ان يصل الاعتراض الى محاوله الانقلاب على الشرعيه باقتحام القصر وغيره، ده ما ينفعش. ان يصل الاعتراض لدعم بعض رموز النظام السابق من الفلول، ما ينفعش ابدا، دي مش معارضه.